ده مسجد الحبشي في دمنهور، المبنى بتاعته. الشارع ده شارع السجن، مسجد عريق قديم، تم التجديد أكثر من مرة للمسجد، لكن اللي أنا عايز أثبته هنا اتخرجت للشارع خارجيا. هيجي لك حد نهاية الشارع، حد نهاية الشارع تمام. نهاية الشارع هنا، نهاية الشارع بالنسبة اهو تمام. انت حد هنا تمام، حد ده كله اللي انت شايفه كل الامتداد ده من داخل المسجد تمام. كل ده كان ماء طرق المحمودية، وانت ماشي من الشارع من القصر اهو تمام، الى انت ماشي على شباب المسلمين وفتح الله والتغير اللي حصل، لكن ده كل ده في الميه. واللي قام بردم هذا المنطقه هو وجيه عوازه، استخدم فيها طبعا عربيات البوتفور اللي كانت موجوده في التوقيت ده هو. وكان من ضمن هذا الامر قضيه توفيق الفخراني اللي هو رفض ان هو يديله العربيات طبعا، وطبعا حصل فيه نوع من السب لعبد الناصر، فالراجل اتاخد طبعا في وعزب حتى. المهم الناس الحديثه ما تعرفش الجزئيه دي، ان كل الشارع ده كان ماء وتم ردمه.